المعقد السابع عشر: الذب عن العلم والذود عن حياضه. إن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح، وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر، منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين. ومنها هجر المبتدع، ذكره أبو يعلى الفراء رحمه الله إجماعا. فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كما في الرواية عنهم لدى المحدثين. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب. وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل، كما كان يفعله شعبة مع عفان بن مسلم في درسه. وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته، فالسكوت جواب، قاله الأعمش رحمه الله. ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ، منه العلامة ابن باز رحمه الله، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته، وأمر القارئ أن يواصل قراءته، أو أجابه بخلاف قصده.